الشباب المسيرة طبعا سأتأكد من مسجل الهدف. طبعا هدف فاجأ الوداد كما فاجأني شخصيا. إذن بالفعل هدف اللاعب نور الدين النقاش لاعب فريق شباب المسيرة، يتمكن من مباغتة فريق الوداد ويسجل هدف التكفير التي تتابع أطوار هذه المباراة، والأكيد كذلك الأجواء التنظيمية المتميزة التي تعرفها. خطير الفائدة فريق الوداد ويفعلها من جديد لفائدة سرواك. أجدو يعدل النتيجة للوداد في هذه اللحظة بهدف، إذن يفرح أنصار الواك هنا بمدينة العيون وكذلك الذين يتابعون أطوار هذه المباراة. إذن لم يتأخر رد فعل فريق الواك، وكما نتابع هدف التعادل يأتي من أقدام أجدو، يسجل طبعا الهدف بعدها أن ارتدت الكرة من الحارس نور الدين الصويب، يستغلها بنجاح أجدو ويوقع بذلك هدف التعديل لفائدة الوداد. إذن ديوكاستا ليتنفس السعداء هنا بمدينة العيون بعد هدف التقدم الذي سجله فريق شباب المسيرة، واحتفالية كبيرة في المدرجات من طرف عشاق فريق الواقع. إذن هدف مقابل هدف، وسنتابع طرف الحارس الصويب، يكلف فريقه هدف ثاني بالنسبة للوداد. إذن فابريس أونتاما يستغل هفوة من طرف حارس مرمى فريق الوداد ويسجل الهدف الثاني بالنسبة لفريق الوداد الرياض البيضاوي. إذن فابريس أونتاما الذي نعاين في الصورة هدف وخطأ مجاني نعاين، يستغله بنجاح المهاجم فابريس أونداما. لذلك ينهي فريق الوداد أحلام شباب المسيرة للتأهل ربع نهائي كأس العرش. إذن فريق الوداد البيضاوي تابعنا كيف يراوغ مراد لمسن، تصطدم بالعارضة وتعود من جديد، ويستغلها من يستغلها هذا المارد فابريس أونداما، وبرقصة إفريقية محضة يحتفل بالهدف الثالث. فابريس أونداما إذن يؤمن النتيجة بالنسبة لفريق الوداد الرياضي. جول رابع للودادين، هدف رابع للودادين، وينهيها بشكل رسمي وكبير أيوب الخارقي الوداد هدف رابع، ويؤكد الفوز المهم الذي بصم عليه الوداد في مواجهة اليوم. تابعوا أخطاء دفاعية بالجملة في الوقت الذي بحث فيه لاعبي فريق شباب المسيرة من أجل تقليص النتيجة.